شباي واللي بابلو هنا مرويكوس ماشي ناركوس. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته على قناتكم بابلو للمعلومات. في هذا الفيديو جديد جئت لكم بلعبة جديدة رائعة ورهيبة وليست حقيقية بل فقط خدعة يمكنك أن تطبقها على أصدقائك، وهي GTA 5، ولكنك لم تحملها فقط تخدع أصدقائك، وهي التي يستعملها أصحاب الفيديوهات لكي يجلبون المشاهدات. وأنا أنصحكم بأن لا تبحثوا عن تحميل GTA 5 لأنها لم تصدر بعد. فهذه اللعبة أو هذا التطبيق هو الذي يستعملونه للكذب عليكم، سوف تخدعون به أصدقائكم وتقولون لهم لقد حملنا اللعبة ولكنكم أنتم لم تحملوها، بل فقط عبارة عن فيديو وتطبيق وبعد الأزرار كما ترون هنا كأنكم تلعبون فيها حقيقة. انظروا كما ترون وأنت تضغط بأصبعك كأنك أنت محمل اللعبة أو حملت اللعبة من قبل. انظروا إخواني، انظروا صراحة تطبيق رهيب إخواني الكرام. انظروا فيه عدة امتيازات، هنا سأرمي هذه الكرة أو رأيته من قبل، سوف يشبعه الكلب، هنا سوف يبدأ الشجار. انظروا إنه الكلب. كانت هذه هي نهاية الفيديو، أتمنى أن تعجبكم، فلا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بجديد الألعاب وتطبيقات الأندرويد، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله على قناتكم بابلو للمعلومات. اشترك لكي تتوصل بجديد الفيديوهات وضغط لايك لنكمل في هذه الفيديوهات، وإن شاء الله تتوصلون بجديد إن شاء الله.